hush, little baby, and don't you cry, don't you cry, one of this morning, you're gonna rise up singing, and you'll spread your wings, and you'll take to the sky, to the sky, but till that morning, there's nothing can harm you. Daddy and mommy standing by. مساء الخير فراد وضيوفك. Thanks guys for coming and for lovely music also. Thank you for having us. اليوم سمعنا او بدنا نسمع بوب فحيكون الحديث عنه، بس اول شيء بدي اقول لك غبت عنا فتره ولكن رجعت ورجعه حلوه مثل عادة. ثانك يو، شكرا جزيلا. بدايه نرحب بالضيوف الاخ خلدون على البركشن من الاردن، واليكس من روسيا، واوكسانا من مالديف. اوكي، اليوم موضوعنا راح يكون مربوطه بالموسيقى اللي احنا مثل ما سمعنا هسه عزفنا سامر تايم. راح نتحدث باختصارات عن البوب، مثل ما تحدثنا قبل لا تبدي الحلقه عن موضوع يعني. بس بتعرف يمكن قبل ما بالتفصيل بدي اعرف كلمه بوب يعني منين اجت؟ بوب هي اصلا من اختصار لكلمه بوبيولر يعني شعبي. البوب هي الموسيقى الشعبية، يعني بأي بلد تكون أكيد إلى موسيقى الشعبية، لكن في أوروبا طبعا الجميل أنه الموسيقى الشعبية معظم الموسيقيين أو المغنيين الشعبيين هم مليونارية البلد، يعني مثل مايكل جاكسون هو ملك البوب، فهو يعني كسب كثير من ما غناه. طبعا هو كان متصدر الموسيقى البوب. بداية تاريخ البوب يعود إلى أمريكا بدون شك، وهو خليط من الروك والفانك، وقريب يعني يدخل في موسيقى الجاز أيضا. فهذا الخليط من الروك هو اللي ولد البوب ميوزك. يعني فرات بدي اسال، ليش بالثمانينات نحن اكثر شيء سمعنا عليه وارتبط بالعالم؟ كثير نقاط هذه مهمه طبعا راح نتحدث عليها، لانه صراحه الثمانينات اختلفت كون انه دخل الفيديو كليب ودخلت السانتيسايزر. راح نتحدث عليها، بس خليني نسمعكم اغنيه ثانيه ونبلش. اوكي، وات وي ار جوينج تو بلاي ناو؟ Adele, someone like you. Adele, okay, someone like you. Adele أيضا هي من إطار البوب ميوزك، بس هي في الوقت الحالي like اللي هي كسبت كثير من الجوائز طبعا. Okay. Oh,
great one. Very nice. Thank you. طيب هلا رح نرجع نكفي عن ازدهار وانتشار بداية هو انتشر بال يعني بدايته بالخمسين لكن الستينات برز أكثر كون إنه طلعت البيتلز. تاريخه حكينا بدأ من أمريكا لكن انتقل إلى بريطانيا. الفضل يعود إلى فريق بيتلز لأنه نشر الموسيقى البوب بشكل خرافي نقدر نقول. إضافة إلى السبعينات بداية السبعينات اللي هم يعني تصدروا بعد بعد البيتلز اللي هم البيجيز وآبا وبونيان طبعا أخذوا. شو الفرق يعني بين التكنيك اللي قدموه أو وعصفهم بين الفرقتين؟ قصدك بين الحديث وما قدم ممكن يعني مثلا عن فتره يعني احنا خلي نقول لك خلي اوضح لك اكثر حتى يكون السؤال ايضا نفهم فيه الجمهور. العصر الذهبي اللي هو عصر الثمانين البدايه الثمانينات للبوب هو الانتشار انتشر في هناك كثير مقومات اللي هي الازدهار الاقتصادي اللي سبب انتشار القنوات التلفزيونية. قنوات تلفزيونية بلشت القنوات البرامج التلفزيونية. كان أهم برنامج هو التوب أوف ذا بوبس اللي هو اللي رشح كل الأغاني اللي برزت بعد جيل البيجيز واللي هم مايكل جاكسون ومادونا وغيرهم. هذه الفترة اختلف عن البيجيز لانه البيجيز كان مثلا يعني خلينا نكون نبينها مثل الفيديو كليب اللي هو احد اهم الاشياء اللي برزت فيها الموسيقى البوب في هذه الفتره اللي هو تصدير الفيديو كليب الديجيتال اضافه الى الالات السنتسايزر. الاصوات اختلفت يعني لما نسمع موسيقى مايكل جاكسون مو تختلف تماما عن ما قدم البيتلز فالفرق انه الكلاسيكيه مثلا الكليب قبل كان كثير كلاسيكي عند البيجيز انه يتمشون ويسفون يغنون لكن ما دخلته مادونا ومايكل جاكسون هذا فالطفره نوعيه الى موسيقى البوب بصراحه. طيب. فهذا الاختلاف يعني بالعاده كانت الموسيقى ممكن يعني تقدم وخليني اقول تخدم هدف معين مثلا مثل ما كنا نشوف بوب مارلي كان يغني للفقراء لهي يعني يعطي رسائل. نعم بوب مارلي بدون شك طبعا هو هذا هدف. في نقطه مهمه انه البوب لما انخلق في الثمانينات كان توجهه اكثر شيء للمراهقين وفئه الشباب يعني اختلاف على فئه البدايه في الستينات والسبعينات كان الموسيقى لكل الشباب لكن بدايه الثمانينات التوجه صار حتى الى فئه المراهقين، صاروا يحبوا التوب اوف ذا بوبس، يتابعوا مين الايماجينيشن، مين هذا الاسبوع اللي فاز، مين هذا الاسبوع اللي راح يتصدر، فايضا كان عندهم اهداف، ايضا كان عندهم رساله يحبون يقدموها، يحبون يقدمون اصواتهم من خلال يعني حتى مايكل جاكسون غنى على السلام، غنى على مرض الايدز، غنى على فايضا فيها توجه وفيها رساله بدون شك. بدك اوكي نسمع مايكل جاكسون let's احسن شيء اوكي انا مايكل جاكسون من المفضلين عندي وضل اسمه يعني خلص هو شخص خالد بفنه وباسلوبه